السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، هذا هو الدرس 25 من دروس شرح كتاب الكبائر للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن بعض الكبائر المتعلقة بالمال، منها الحرص على المال والجاه، وكذلك الشح والهلع والجبن، وتكلمنا أيضا عن البخل، وبينا في الدرس السابق أن فتنة هذه الأمة في المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمتي في المال. والمال هو الذي يجر إلى الشح ويجر إلى الجبن، كما بينا ذلك في الدرس السابق. وتكلمنا أيضا عن البخل وعقوبته، وبينا لكم أن البخل من الصفات الذميمة، وأن مقابلها وهو الكرم من الصفات الحميدة، بل إنما يترأس الإنسان بكرمه وشهامته، قد بينا الأثر الوارد في ذلك. وإنما يكون الإنسان وضيعا في قومه إذا كان بخيلا، وهذا أمر مشاهد معروف عند جميع الناس، عند جميع الناس، سواء كان ذلك عند العرب أو عند العجم، عند الفقراء أو عند الأغنياء. ولذلك دائما ما أوصي من يأتيه خاطب ليخطب ابنته أو أخته أن يسأل عن دينه وخلقه، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالدين تسأل عنه غالبا في أمر الصلاة، تذهب إلى إمام المسجد فتنظر إلى صلاته هل هو محافظ عليها أو لا، أو لا، فإذا استقامت صلاته غالبا يستقيم بقية دينه. لكن كيف تسأل عن أخلاقه؟ دائما ما أقول: اسألوا عن كرمه وشهامته، فإن كان كريما فالكرم سيد الأخلاق، فهو بإذن الله صاحب أخلاق عالية، وإن كان بخيلا فالبخل من أسوأ الأخلاق، ولا يجتمع مع الرجل بخل وشجاعة وشهامة، كما أنه لا يجتمع كرم وجبن وبخل. فإن الرجل الكريم، كريم القلب قبل أن يكون كريم اليد، هذا الرجل يكون دائما معطاء لمن حوله بأخلاقه العالية كلها، لن يجود بماله ويبخل ببقية أخلاقه، والعكس بالعكس. لذا على الإنسان أن يكون بعيدا عن هذه الصفات السيئة غاية البعد. اليوم سنتكلم عن أبواب متفرقة، ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب بغض الصالحين. قال رحمه الله: باب بغض الصالحين. وقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، أخرجاه. والمبارزة إذا خرج رجلان من الصفين للقتال، وها هنا من عادى ولي الله فهو مبارز لله بالحرب. من عادى ولي الله فهو مبارز لله بالحرب. وعن أبي هريرة مرفوعا: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. المسلم أيها الإخوة يحب إخوانه المسلمين، وهذا الباب مندرج تحت الولاء والبراء، فالمسلم يوالي إخوانه المؤمنين ويعادي الكافرين، وهذه من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، فلا يكون المرء مسلما إذا لم يحقق هذا الأصل وهو الولاء والبراء. يقول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ويقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. ويقول عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا.
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ويقول الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه كلها نصوص الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم لآخر الآية. لا يود المؤمن هؤلاء أبدا وإنما يبغضهم. ويقول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كل هذه أصول عند أهل السنة والجماعة لا يفرطون بها أبدا، يعادون الكفار ويوالون المؤمنين. وبالتالي كان بغض الصالحين من كبائر الذنوب، كان بغض الصالحين من كبائر الذنوب. فإذا وجدت رجلا صالحا فمن علامات حياة قلبك أن تحبه، وإذا وجدت شخصا فاسقا فإنك تحب الإيمان والإسلام الذي فيه وتبغض فسقه، وإذا وجدت كافرا فإنك تبغضه وكفره. هذا هو الولاء والبراء. ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، والحديث أخرجه البخاري وهو متفق عليه لكن بلفظ آذنته بالحرب. وقوله بارزني بالحرب، المبارزة إذا التقى الصفان الجيشان هناك شيء يسمى المبارزة، غالبا ما يكون قبل القتال، بأن يخرج شخص أو شخصين أو ثلاثة من الجيش الأول ويخرج شخصين أو شخص أو ثلاثة من الجيش الآخر فيتبارزان. وهذا حصل في موقعة بدر، حيث أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من المؤمنين وأخرجوا ثلاثة من الكفار فتبارزوا فقتل المسلمون الكفار، وكان هذا بداية نصرهم وتوالت عليهم الأنصار بعد ذلك. هذه هي المبارزة. ومن عادى أولياء الله عز وجل فقد بارز الله بالحرب. أحد يستطيع أن يبارز الله جل وعلا؟ لا والله. إذن من عادى أولياء الله في الأرض فقد بارز الله بالحرب. من هم أولياء الله؟ أولياء الله تعالى هم المذكورون في قوله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤمن التقي هو ولي الله عز وجل. الإيمان معروف بأركانه الستة ويحتاج إلى تفصيل لكن مجمله معروف. التقوى هي أداء الفرائض واجتناب المحرمات، أداء الفرائض واجتناب المحرمات. ما زاد بعد ذلك من نوافل ومن ترك المشتبهات والمكروهات هذا أمر يضاف إلى التقوى إكمالا لها، لكن حقيقة التقوى أن تؤدي الفرائض وأن تبتعد عن المحرمات، تؤدي صلاة الجماعة، تنفق على عيالك وعلى زوجتك، تصل رحمك، تبر والديك، هذه كلها فرائض، تؤدي زكاة مالك، تصوم رمضان، تحج وتعتمر في العمر مرة واحدة، هذه فرائض إذا أديتها فأنت متقي لله عز وجل. تبتعد عن المحرمات، سائر المحرمات، الكذب، النظر المحرم، السماع المحرم، أكل المال الحرام، ظلم اليتيم، ظلم الأبناء، ظلم الزوجة، عدم النصح لهم، هذه كلها محرمات تبتعد عنها. إذا ابتعدت عنها فأنت متقي لله عز وجل. هذا المؤمن التقي هو ولي الله، فلا تعاديه أبدا، لأنك إن عاديته بارزت الله جل وعلا بالحرب. كن حذرا من هذا الأمر، وإياك وبغض الصالحين. والله يا أخواني من أكثر الأمور التي تحزن المسلم أن يكون الناس فيما بينهم يتباغضون، خاصة من ينصحهم يبغضونه، وهذا لا شك أنه من بغض أهل الصلاح، لا شك أنه من بغض أهل الصلاح. ماذا يميز أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أبغضت رجل ينصحك فاحذر أن تبغض رجل من أولياء الله عز وجل. قال المصنف بعد ذلك باب الحسد، وقول الله عز وجل
أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب، رواه أبو داود. الحسد أيها الإخوة هو تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير، بخلاف الغبطة. الغبطة أن تتمنى ما عند الغير لك. رأيت إنسان عنده سيارة، بيت، إذا تمنيت زوال النعمة عنه هذا هو إيش؟ الحسد. إذا أنت أحببت أن يكون لك مثل ما عند فلان هذا إيش؟ الغبطة. الحسد محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب، والغبطة جائزة ولا بأس بها. وقد يطلق الحسد على الغبطة مجازا أو تجوزا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله علما أو حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وفي رواية أخرى: ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. هذا حسد ولا غبطة؟ هذا غبطة، لكن أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الحسد تجوزا، كأنه يقول عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يغبط أحدا فيكون له مثل ما عند الغير فليغبط أهل القرآن، وليغبط أهل العلم والحكمة الذين يقضون بها ويعلمونها، وليغبط أهل المال الذين ينفقون أموالهم آناء الليل وأطراف النهار في مرضات الله عز وجل، هذه غبطة. فالمهم أن تبتعد عن الحسد. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، هذا تهذيب لنفس المؤمن فيبتعد عن الحسد. ليس فقط يبتعد عنه، بل يتمنى أن يكون عند المسلم ما عنده، ويتمنى أيضاً في المقابل أن يبتعد الشر عن أخيه كما يبتعد عنه. هذا كله من كمال الإيمان، ونفي الإيمان في هذا الحديث هو نفي كمال لا نفي أصل الإيمان، فإن حب المرء لأخيه ما يحبه لنفسه من علامات الصلاح، من علامات الصلاح، فإن فقدت نقص إيمانه ولا يخرجه ذلك من الملة. ومما يبين عظم خطر الحسد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والله المستعان، والله المستعان. ولذلك يقول الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. يعلمون أن المسلمين على حق، لكن حسدا من عند أنفسهم، لا هم الذين أسلموا ويريدون منا أن نكون كفارا مثلهم، لأن نكون كفارا مثلهم. ولذلك هذه الأخلاق أخلاق غير المسلمين، أخلاق جاءتنا من الغرب. تحاسد المسلمين فيما بينهم إنما هي أخلاق جاءت من الغرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، المسلم أخو المسلم، حين إلى أن قال: كونوا عباد الله إخوانا، إلى أن قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ليش يحسدون الناس بعضهم؟ ليه؟ لأنهم يحتقرون بعضهم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أنت اليوم تخرج تجد إنسان فقير، تجد إنسان، ما الذي تحتقره في هذا الفقير؟ فقره الله تبارك وتعالى هو الذي جعلك غنيا عنه، الله تبارك وتعالى هو الذي رزقك وحرمه، هو الذي أعطاك ومنعه، لكن في المقابل قد يكون أعطاه شيء ما هو عندك، أليس كذلك؟ قسم الله الأرزاق في الأرض، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. إذن لماذا الحسد؟ لماذا الاحتقار؟ لماذا الاحتقار؟ ترى أنت يا أخي، أنت عندك زوجة وعندك أبناء وبنات، صح ولا لا؟ ترى هو عنده زوجة وعنده أبناء وبنات، أنت رجل في بيتك، هو رجل في بيته، هو عنده أبناء وبنات يرونه كل الدنيا، أنت عندك أبناء وبنات، لماذا إذن الاحتقار؟ لماذا إذن؟ تأتيك وعكة صحية توقعك في الفراش أياما، لماذا إذن الكبر؟ وقد سبق معنا أن تكلمنا عن باب الكبر وباب العجب، لماذا احتقار الناس لبعضهم؟ الإنسان لو عرف قيمة نفسه والله ما احتقر أحدا،
والله ما احتقر أحدا، رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب، مدفوع بالأبواب، يذهب ويسأل الناس يدفعونه يردونه، لكن هذا لو أقسم على الله لأبره، منزلته عند الله عالية. إذن ليش تحتقر؟ هل تعلم ما في قلوب الخلق؟ كل هذا داخل في هذا، والله المستعان. هذا الباب التالي أيضا يتكلم عن ذلك، قال: باب سوء الظن بالمسلمين، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث، رواه مسلم. والحديث رواه البخاري ومسلم، والمراد النهي عن ظن السوء، الذي في الحديث المراد النهي عن ظن السوء. ما هو الظن؟ قال الخطابي رحمه الله تعالى: المراد بالآية والحديث تحقيق الظن وتصديقه دون ما يهجس في النفس، فإن ذلك لا يملك. يعني إنسان مر على شخص أو رأى شخص أو رأى صورة شخص فظن به لأول وهلة ظن السوء، لأول وهلة، هذا الظن لا يملك، لا يملكه الإنسان، هاجس، يسمى هاجس. هذا الهاجس لا بأس به ولا تثريب عليك فيه، لكن أن تسترسل في الظن إلى درجة أن يكون ظنك هذا يقين وتصديق، هذا هو المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى تعقيبا على كلام الخطابي، قال: ومراد الخطابي أن المحرم من الظن ما يستبر صاحبه عليه ويستقر في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقر، فإن هذا لا يكلف به. ومعناه: احذروا اتباع الظن، واحذروا سوء الظن بمن لا يساء الظن به من العدول. والظن تهمة تقع في القلب بلا دليل، الظن تهمة تقع في القلب بلا دليل، سيأتي بيان ذلك. ثم قال الغزالي: وهو حرام كسوء القول، لكن لست أعني به إلا عقد القلب وحكمه على غيره بالسوء. وأما الخواطر وحديث النفس فعفو، بل الشك عفو أيضا، فالمنهي عنه أن تظن، والظن عبارة عما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب، وسبب تحريمه أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب. فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءا إلا إذا انكشف لك بعيان لا يحتمل تأويلا، فعند ذلك لا تعتقد إلا ما علمته وشاهدته، فما لم تشاهده ولم تسمعه ثم وقع فيه قلبك فإنما الشيطان يلقيه إليك، فينبغي تكذيبه فإنه أفسق الفساق. فإذا أيها الإخوة، الظن هو عقد القلب وحكمه على الغير، وأما مجرد الهاجس فإن ذلك لا يؤاخذ به المرء المسلم. طيب، هل كل إنسان أو كل مسلم ينبغي أن لا يظن به ظن السوء؟ ظن السوء لا، من لا تعرف عنه شيئا لا تظنن به سوءا، من يكون ظاهره الصلاح لا تظنن به سوءا، من يكون ظاهره العدل، العدل لا الصلاح ولا الفساد، لا تظنن به شيئا، من يكون ظاهره الفسق، من يكون ظاهره الفسق هذا لا بأس أن تظن به سوءا، لا بأس. إنسان يجاهر بالمعاصي، يجاهر بالفسق، مظهره وعلاماته علامات الفسق، يفعل المنكرات أمام الخلق ولا يبالي، هذا لا بأس أن تظن به سوءا. هل هذا ظن عليه دليل ولا ليس عليه دليل؟ عليه دليل، فما كان عليه دليل فلا يكون محرما، وما كان من قبيل الظن الجزاف الذي لا قرائن ولا أدلة عليه هذا هو المنهي عنه. نسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه لي ذلك والقادر عليه، وأن يبعدنا عن هذه الأخلاق الرديئة، إنه عز وجل مجيب كريم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.